أنتم تعلمون الحصار المفروض على مدينة تعز من كل الجوانب، وأضيف إليه حصارا جديد من رغم الطريقة البعيدة، طول وبعد المسافات الكبيرة الآن بعد الحصار لا زالت تعيق وصول البضائع بشكل منتظم. هناك تصرفات فردية في بعض النقاط في الجنوب يتم حجز البضائع فيها ويتم التواصل عبر مسؤوليهم لاتخاذ إجراءات الإطلاق. هناك ارتفاع بعصر نتيجة لبعد المسافات الآن، بدل ما كانت تصل البضاعة من عدن في نفس اليوم الآن تصل على طرق كثيرة، يعني البضاعة التي تجي من الحبان من الشركات اليمنية تصل عبر تأتي للحدي إلى حيث، ومن حيث ترجع إلى المخا، ومن المخا ترجع إلى عدن، ومن عدن تعود مرة أخرى إلى تعز. فيروس كورونا أضر بالعالم بأسره، ولن يكفي ولا أقول على اليمن، الخطوط الإنتاجية في العالم كلها شبه موقفة، لكن الحمد لله لدينا مخزون يكفي لتجاوز هذه الأزمة، ومسأل من الله اللطف. وضع الأسعار في البلاد يعني غالي أكثر ما يتصوره الشخص، لأن الأسعار كل يوم تتصور، الشيء الذي تأخذه بألف تأخذه بعد أسابيع بثلاثة بأربعة ألف، وخاصة المواد الاستهلاكية الذي يحتاجها المواطن كالدقيق، السكر، الزيوت، الألبان، البيض، كل المستلزمات هذه ارتفع سعرها أكثر من 70%. لذلك نحن نطالب السلطة المحلية ونطالب الجهات الحكومية بالنظرة، وخاصة إلى تعز لأنها تعاني من الحصار والحرب، وخصوصا مع انتشار الأمراض وتدهور الوضع الصحي وعدم وجود المياه وعدم وجود المستلزمات الذي يحتاجها المواطن في كل وقت وحين. لأنه والله الآن جاي رمضان، ورمضان شهر كريم، شهر فضيل، رمضان يجي وكل شيء معه، بس نحن باللي فيه بالكورونا، بالضنك، بالكوليرا، بكل شيء موجود، لكن لما شهر رمضان الآن جاي شهر كريم، وإحنا نعاني معاناة شديدة جدا، لا رواتب، لا مواد غذائية، لا دواء، لا أشياء. الآن يقولوا لنا أن في كورونا، الكورونا هذا الله سبحانه وتعالى مسلمنا من عنده، لابد من نأخذ بالوقاية ونتم، لكن فين الدولة التي تهتم بالمواطن؟ أين الدولة التي ترفع لي قمامة من داخل السوق أو من الحارة؟ أين الدولة التي تعطي حبة دواء للمواطن؟ أين الدولة التي تعطي راتب الموظف أو المسكين الحبة البر لداخل بيته وأنا سأحقنه داخل بيته؟ أين الدولة؟ الدولة موجودة بالتلفزيون. على سبيل المثال نحن في محافظة تعز، نحن محاصرين حصار شداد جدا جدا جدا، نعاني من الميليشيات. أنتم عارفين كم محاصرة تعز الآن، يعني مع باقي فروع علينا الحصار من جار لجاره، بس الميليشيات حارسة محارسنا، وأخيرا حكومتنا السلطة المحلية أخيرا تعدم علينا المواد الغذائية، المياه ما نحصلوش، الدواء ما نحصلوش، رواتبنا ما نحصلش. والله العظيم لا أقدر كيلو سكر أشتره، لا أقدر أشتره بسبب غلاء 500 ريال الكيلو، 500 ريال وأنواع رديئة بالأسواق، أنواع رديئة ولا الأسعار لا فوق، لا في رقيب ولا في حسيب، لا في رقيب من الدولة حقنا ولا من مكتب الصناعة، ما في إلا كذا يلا على محصل تحصيل حاصل. هناك ارتفاع بنسبة 7% بالمنتجات المحلية، وذلك لفارق الصرف ما بين المنطقة الشرعية ومنطقة الحوثة، بفارق الصرف السعودي والدولار، وإقبال الزبائن بكثرة على المنتجات المحلية كالمنتجات رمضان والمنتجات الأساسية هي التي قسمت ظهرة بعير.